بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجلسة الثانية من دورة تصميم الويب. سأتحدث في هذه الجلسة عن أساسيات في الويب، بعض المصطلحات والمفاهيم التي يجب أن تعرفوها قبل البدء بالعمل. أولا، سوف نعرف الإنترنت ونفرق بينها وبين الويب. ثانيا، سنتحدث عن تطور الويب. ثالثا، سنتحدث عن مواقع الويب وآلية عملها، كيف يتم بناء موقع الويب، وما هو دور مصمم الويب وآلية عمله. في البداية سوف نتحدث عن الإنترنت والويب. ما الفرق بين الإنترنت والويب؟ كثير من الناس يخلطون بين الإنترنت والويب، يقولون أن الإنترنت هو الويب نفسه، ولكن في الحقيقة أن الإنترنت مختلف عن الويب. الإنترنت حقيقة هي الشبكة، أو هي البنية التحتية المكونة لأضخم شبكات حاسبات في العالم. هي مجموعة الحاسبات الموجودة في العالم والمتصلة مع بعضها، فهي مجموعة من الحاسبات المتصلة مع راوترات والمتصلة مع مزودات خدمة الإنترنت في العالم وحواسب جميع المستخدمين. أما الويب فهي أحد وسائل تنقل البيانات على هذه الشبكة. إذن فهي الطبقة البرمجية أو طبقة السوفتوير الموجودة فوق الإنترنت، المبنية على الإنترنت، والتي هي أحد طرق تبادل المعلومات على هذه الشبكة. فهي مجموعة برامج ولغات برمجة وبروتوكولات اتصال مبنية فوق شبكة الإنترنت. في الويب يتم استخدام المتصفحات للوصول إلى مستند ويب. هذا المستند يحوي صفحة ويب ومجموعة من الصور والنصوص وأحيانا الأصوات. وموقع الويب هو مجموعة من مستندات الويب يتربط فيما بينها باستخدام روابط فائقة. إذن فشبكة الإنترنت هي عبارة عن مجموعة من الحاسبات المتصلة مع بعضها، منها المخدمات ومنها حاسبات المستخدمين وإلى آخره. من هذه المحاسبات تقوم شركات الاستضافة مثلا بحجز حاسبات معينة على هذه الشبكة، ويتم تنصيب موقع الويب عليها. تمام، فموقع الويب هو عبارة عن مجموعة من المستندات الويب، والمستندات اللي هي عبارة عن صفحات وصور وإلى آخره. فهذه المستندات الويب تكون فيما بعد مع بعضها موقع الويب، وهذا الموقع يتم تنصيبه على أحد الأجهزة المتصلة في شبكة الإنترنت. إذن فيعني باختصار، الإنترنت هي عبارة عن الشبكة كهاردوير، أما الويب هو عبارة عن البرمجيات القائمة على هذه الشبكة. الويب هي أحد البرمجيات، فالويب هي أحد وسائل تنقل البيانات. يوجد هناك وسائل أخرى للتنقل مختلفة عن الويب. الويب حتى وصل إلى المستوى الحالي مر بمجموعة من المراحل. في بداية الويب كانت مواقع الويب عبارة عن صفحات ثابتة، فكان مثلا صاحب الموقع عندما يحتاج إلى أن يغير شيئا في محتوى الموقع فعليه أن يدخل إلى الكود ويعدل. أيضا كانت صفحات أو كانت مواقع الويب عبارة عن صفحات للعرض فقط، فلا يمكن للمستخدم أن يشارك فيها أو يعدل شيئا أو حتى يدخل بعض المعلومات. الويب 1.5 أيضا كانت صفحات الويب هي عبارة عن صفحات يديرها أصحابها فقط، لا يمكن للمستخدم أن يشارك، لأنها أصبحت ديناميكية فأصبح تغييرها وتعديلها أسهل. لكن مع وجود الويب 2 أصبحت صفحات ديناميكية وتفاعلية أيضا، أصبح المستخدم بإمكانه أن يشارك في محتوى الموقع وأن يتواصل مع الموقع ويتفاعل معه، وفي نفس الوقت أصبحت ذكية. أكبر مثال على المواقع الذكية هو محرك البحث جوجل. هو ليس فقط محرك بحث يقوم بالبحث عن كلمات مفتاحية، وإنما يبحث عنها بذكاء. أيضا يشارك المستخدم في محتوى الموقع. إذا يعني من حتى نقول عن موقع أنه يحقق شروط ويب 2، فأحد الشروط التي يجب تحققها أن يكون المستخدم فيه يشارك في المحتوى. أيضا يجب في الويب 2 أصبحت المواقع ذات تطور مستمر، ليس الموقع نفسه يستمر خلال سنوات، وإنما هناك تطور مستمر لمحتوى الموقع وشكله إلى آخره. أيضا
هناك ميزة يعني فارقة عن عما سبق، وهي انتشار المحتوى خارج حدود الموقع. كيف؟ قد تكون مثلا بإرسال إيميلات دورية، رسائل بريد إلكتروني دورية، وقد تكون بخدمات الـ RSS الجديدة والأتوم والأشياء المشابهة التي تقوم بإرسال الموقع ملخصات عن تحديثات الموقع إلى مثلا أجهزة موبايل أو برامج معينة تقوم ب يعني توفر هذه الميزة. تقوم المواقع بإرسال المحتوى المتجدد للموقع إلى خارج حدود الموقع وتوصله مباشرة إلى المستخدم. طيب، كيف تعمل مواقع الويب؟ سوف نشرح الآن عمل مواقع الويب. كيف يتم العمل في موقع الويب؟ موقع الويب يقوم على نموذج عميل مخدم. في الموقع موجود في المخدم، والمستخدم موجود في طرف الكلاينت أو العميل. آليات العمل هي كالتالي: يوجد مستخدم في جانب ما. في الجانب الأول لدينا المستخدم، ولدينا الجهاز العميل الذي هو عبارة عن حاسب أو جوال أو تابلت، وفي الجانب الآخر لدينا المخدم وقاعة البيانات. فهذا جانب العميل وهذا جانب المخدم. لنفرض مثلا أننا نريد أن نفتح موقع فيسبوك. كيف يعمل موقع فيسبوك على سبيل المثال؟ يقوم المستخدم في البداية بطلب، يفتح المتصفح ويكتب رابط موقع فيسبوك www.facebook.com، ويقوم بطلب الصفحة. يقوم المخدم بفهم هذا الرابط، هذا العنوان، ويقوم بتحديد المستند الموجود في أجهزة المخدم والموافق لهذا الطلب. يقوم بترجمة صفحة، فهذه الصفحة المكتوبة في الموجودة في المخدم مكتوبة بلغة مبرمجة مثلا PHP أو غيرها، فيقوم بفك أو بترجمة هذه الصفحة. يجلب من قاعة البيانات المعلومات اللازمة، فهو يرسل في البداية استعلام، ثم قاعة البيانات تقوم بإرسال البيانات المطلوبة، ويرسل هذا المستند إلى العميل. طيب، هذا المستند ماذا يحوي؟ هذا المستند يحوي بعض النصوص وأيضا ارتباطات إلى مستندات أو صور أو ملفات أخرى قد يحتاجها المستند لكي يعرض الصفحة بشكل صحيح. فيقوم بقراءة المستند ويحدد الملفات اللازمة، وأيضا يطلب ملفات حسب عناوينها. فعندما تعرض مثلا صفحة فيسبوك، فتجد أن الصفحة تظهر في البداية بدون صور، وبعدها تظهر الصور الواحدة تلو الأخرى وهكذا. فيقوم بطلب ملفات التي هي صور أو أي ملفات أخرى حسب عناوينها، ويقوم المخدم بإرسال الملفات ومن ثم يعرض الصفحة بشكل كامل للمستخدم. طيب، هذه آليات عمل موقع الويب. فكيف يتم بناء هذا الموقع؟ الموقع مكون من شيئين أساسيين أو من مكونين أساسيين. المكون الأول هو نواة برمجية، والثاني هو واجهة. فالنواة البرمجية منفصلة عن الواجهة، قد تكون نفسها، يعني قد يكون هذين المكونين مدموجين مع بعض، ولكن الأفضل وطريقة البناء الأحدث، التوجه الحديث في بناء الموقع يتجه في باتجاه الفصل تماما بين البرمجية، برمجة الموقع، وتصميم الموقع. كيف؟ نفرض أن لدي موقع مثل جوجل. موقع جوجل لديه مجموعة من الوظائف التي يقوم بها، والتي هي عن البحث وخوارزميات البحث وإلى آخره، ولديه الواجهة التي تظهر للمستخدم. فالشخص الذي يقوم بتصميم الواجهة لا يهمه مثلا كيف يقوم جوجل بالبحث عن كلمة معينة، لكن يهمه كيف يظهر صفحة الموقع، كيف تظهر بشكل مريح للمستخدم وسهل وإلى آخره. فالموقع مكون أولا من نواة برمجية التي يقوم مبرمجين ببنائها، وتعتمد على الوظائف التي يجب أن على الموقع أن يقوم بها. في جانب آخر هناك واجهة الموقع، والتي هي عبارة عن تصميم الموقع. فالنواة البرمجية هي العمليات والوظائف التي يقوم بها الموقع. فعندما تطلب صفحة موقع ما، فالمخدم يقوم بترجمة هذه الصفحة
أولا يقوم المخدم بترجمة هذه الصفحة، ومن ثم يحدد مكونات الواجهة التي سوف تظهر في هذه الصفحة حسب الصفحة المطلوبة. مثلا عندما أقوم أنا بالدخول إلى فيسبوك، فسوف يعرض لي مجموعة من، يعني هو الرابط نفسه facebook.com، سوف يعرض لي مجموعة من المكونات، لكن عندما يدخل شخص آخر فسوف يعرض له مكونات أخرى، مثلا يظهر له اسم المستخدم في الصفحة مختلف. كيف يتم ذلك؟ بناء على مجموعة من المعلومات التي يأخذها المخدم عند من كل شخص يقوم بطلب صفحة معينة، فهو يحدد مكونات الواجهة التي سوف تظهر لهذا المستخدم. في النهاية بعد ترجمة الصفحة المكتوبة مثلا بلغة PHP وتحديد المكونات التي سوف تظهر بالنسبة لهذا الزائر، يتم إرسال صفحة مكتوبة بلغة كود بلغة يتم إرسال صفحة مكتوبة بلغة HTML والتي تمثل مستند الويب الذي سوف يتم عرضه في جانب في جانب العميل. الواجهة هي كل ما يظهر للمستخدم. فالمتصفح يقوم بتفسير كود HTML، إذا وصل كود HTML إلى عند العميل، يقوم المتصفح بتفسير هذا الكود لواجهة رسومية تظهر للمستخدم. فهو الكود عبارة عن أسطر برمجية أو أسطر مكتوبة بلغة HTML حتى تظهر بشكل واجهة فيها صور وفيها ألوان ومقسمة بشكل مناسب، فيقوم المتصفح بتفسير هذا الكود ويحوله لواجهة رسومية تظهر للمستخدم. قد تحتوي الصفحة مجموعة من الصور والأصوات وملفات تتعلق بالستايل وسكريبتات وإلى آخره، فيقوم أيضا بطلبها حسب الروابط الموجودة في كود HTML. فلغة HTML هي لغة لتوصيف شكل صفحة الويب، لا علاقة لها بالوظائف التي يقوم بها الموقع، وإنما هي توصف شكل صفحة الويب كيف سوف تظهر. يقوم بكتابة هذا الكود HTML المصمم، قد يكتبها وقد يقوم بتوليدها باستخدام برامج معينة، لكن في النهاية المصمم مسؤوليته كود HTML، والذي يقوم بتفسير هذا الكود هو المتصفح وليس المخدم. فالمخدم لا يهمه أيضا شكل الصفحة، وإنما يهمه مكوناتها من حيث ما يتعلق بمستخدم دون آخر وما يتعلق بالبيانات وكذا. وهذا كل هذا الكلام المتعلق بـ HTML هو في جانب العميل، جانب العميل أي على الحاسب الذي يطلب الصفحة. أما في جانب المخدم فهناك لغة برمجة مواقع ويب، قد تكون PHP أو ASP.NET وقد تكون لغات أخرى. هي لغة برمجة لتكوين الوظائف التي يقوم بها الموقع، يكتبها المبرمج، لا علاقة للمصمم بالوظائف التي يقوم بها الموقع وبرمجته وإلى آخره، إنما هناك مبرمج يقوم بهذا العمل، والذي يقوم بفهم هذه الأكواد وترجمتها هو المخدم، ذلك يتم في جانب المخدم. إذن لدينا صفحة مثلا مكتوبة بلغة PHP موجودة على المخدم، يتم ترجمتها وترسل إلى جانب العميل على شكل مستند HTML. طبعا هذا المستند HTML لا يتم تكوينه بشكل عشوائي، إنما قام في البداية مصمم بكتابة هذا المستند، وقام مبرمج بإضافة مجموعة تعليمات إليه كي يصبح ديناميكي ويتغير حسب اختلاف المستخدم. فكلما يقوم مستخدم بطلب صفحة معينة من المخدم، يقوم المخدم بترجمة هذه الصفحة بناء على مجموعة من المتحولات، يحدد مكونات الواجهة التي سوف تظهر، ويقوم بتوليد كود HTML بالاعتماد على كود HTML، قالب كود HTML الموجود عندهم، ويرسل إلى الزبون أو يرسل إلى العميل صفحة HTML تحوي روابط وتحوي صور وتحوي أمور أخرى، ومن ثم يرسل له ملفات الـ CSS والجافا سكريبت المرتبطة بها والتي تظهر الواجهة بشكل صحيح. فسير العمل في الحالة العامة، الموقع في الحالة العامة الموقع مكون من مجموعة ملفات مكتوبة بلغة برمجة PHP. يقوم المستخدم بطلب صفحة معينة، يقوم المخدم بفهم هذه الصفحة المكتوبة بلغة PHP، يقوم بفهم الرابط الذي طلبه المستخدم ويحدد على أساسه وعلى أساس مجموعة من المعلومات الأخرى
ما هي الصفحة التي سوف يقوم بعرضها للمستخدم؟ يقوم بترجمة هذه الأوامر ويظهر صفحة يكون صفحة HTML ويرسلها للمستخدم. هذه الصفحة يقوم بفهمها من المتصفح ويقوم بعرضها بالشكل الصحيح للمستخدم. طبعا هناك حالات خاصة، فمثلا قد تكون الصفحة أصلا مكتوبة بلغة HTML ولا يوجد برمجة على الموقع، يعني هو مثلا موقع للعرض فقط فلا حاجة مثلا لوجود PHP، قد يكون موقع بناء وهكذا، فهي حالة خاصة يعني من هذه الحالة. عندها لا يقوم المقدم بإجراء ترجمة أو تفسير، وإنما يتم طلب الصفحة وإرساله مباشرة، وقد يكون هناك حالات أخرى. يمكنكم أن تستخلصوا من الكلام السابق ما هو دور المصمم في هذه العملية. في الواقع دور المصمم أن عليه أن يحدد ما يجب أن يظهر المستخدم في كل صفحة، فهو يجلس مع صاحب الموقع الذي يريد أن يصمم موقع، ومن خلال الحوار بينهما عليه أن يعرف ما هي مكونات الموقع التي يجب أن يضعها في الواجهة التي سوف تظهر للمستخدم، فيقوم بتوليد أو يقوم بتصميم الموقع كصفحات HTML. هذه الصفحات تتضمن طبعا تنسيق المحتوى، يعني أين سوف يظهر المحتوى، أين سوف تظهر العناوين، ما نوع الخطوط المستخدمة والألوان، وأين مواقع الصور اللازمة والأيقونات وإلى آخره. سوف يقوم بوضع تصميم كامل لكيف سوف يظهر هذا الموقع للمستخدم، بغض النظر عن الآليات والوظائف والأفعال التي سوف يقوم بها الموقع، وإنما سوف يحدد الواجهة كيف سوف تظهر للمستخدم، ويقوم بكتابة الكود الذي يوصف هذه الواجهة بحيث يفهمها المتصفح. فهو يقوم بتزويد المبرمج يقوم بتزويد المبرمج بقالب يتضمن صفحة HTML، أو قد تكون أكثر من صفحة، قد يكون لديك صفحة رئيسية وصفحة تواصل و مصفحات أخرى وملفات CSS التي تحدد ستايل هذه الصفحة، سوف نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر في جلسات قادمة، وملفات جافا سكريبت وصور وأمور أخرى. الآن يأتي دور المبرمج. المبرمج يأخذ هذا القالب ويضيف إليه بعض السطور البرمجية لكي يربطه بالعمليات والوظائف التي يقوم بها هذا الموقع. في الواقع هما عملان منفصلان، عمل التصميم منفصل تماما عن عمل البرمجة. أحيانا قد يكون نفس الشخص هو الذي يقوم بالعملين، لكن سيكون هذا عبء كبير في المواقع التي يكون حجمها كبير ووظائفها كبيرة. في الجلسة القادمة سوف نتحدث عن المهارات التي تلزم مصمم الويب والأدوات التي تهمنا وخطوات عمل المصمم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.